ثمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم. 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. هذه ليست دولة يهودية وليس لها أساس. في فترة من الفترات مع نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة انتشر موضوعات عن زوال إسرائيل أو لعنة العقد الثامن. الكلام ده هتلاقيه موجود في كتب أو صحف أو مقالات، والتوقعات دي مستمرة وموجودة والكلام فيها لحد يومنا ده. منها اللي اعتمد على الحسابات الفلكية، ومنها اللي اعتمد على التوقعات السياسية، ومنها كمان اللي استغل الدين، ومنها بالبركة كده تحت مبدأ بيع الوهم، وأغلبها توقعات غلط وبعناوين كذب. وبرغم إن الكلام ده كله في جزء بسيط منه بس هو الكلام الصح، بس للأسف اتبنى على أصل غلط، والغلط ده للأسف بيدل ان احنا وصلنا لمرحلة بقينا بنساند قضية مش عارفين أبعدها، ولا حتى عندنا معلومات عن تفاصيلها وتاريخها. فقولي بالله عليك، احنا هنقدر ندافع عن حاجة يقين وعقيدة موجودة عندنا احنا مش عارفينها كويس؟ وعلشان يكون كلامي واضح، تعال احكيلك على التفاصيل الصح في الموضوع ده من البداية، ويلا بينا نبدأ. في البداية، فكرة زوال إسرائيل اتبنت في الأساس على مجموعة من النبوءات اتذكرت في الكتب السماوية الثلاثة، اتذكرت في ثلاث فترات زمنية كبيرة عدت، والنبوءات دي موجودة في التوراة والإنجيل والقرآن. نبوءات صريحة جدا بأن بني إسرائيل هيهلكوا نفسهم بنفسهم، وهيحل عليهم سخط ربنا سبحانه وتعالى ويعاقبهم للأبد. بني إسرائيل معروفين في الأرض على أنهم أكثر الأقوام فسادا في الأرض، وسوء أخلاق وظلم، لدرجة أنهم في وقت من الأوقات تطولوا على الله عز وجل وعلى سيدنا موسى، وليهم قصص كتيرة جدا مذكورة في القرآن الكريم بتؤكد الكلام ده. وبني إسرائيل كانوا دايما في عداء مع الله عز وجل، وبسبب كده ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الشتات والتيه في الأرض. وبالفعل ما كانش فيه دولة أو مملكة يهودية مر عليها أكتر من 80 سنة، ومن هنا ظهر مصطلح لعنة العقد الثامن. ولو رجعنا بالتاريخ شوية لورا، لأ شوية ايه، ده احنا هنرجع لقبل الميلاد. اخد لك نفس كبير كده وركز معاك. بالتاريخ فعلا هنلاقي مملكتين لليهود انتهوا قبل ما يكملوا العقد الثامن 80 سنة. اول مملكة انتهت على ايد الملك نبوخذ نصر او بخت نصر عام 587 قبل الميلاد، ودي المملكة اسمها مملكة داود وسليمان او مملكة اسرائيل الموحدة. بعد موت سيدنا سليمان انتشر الفساد والمعاصي والنزاعات والخلافات داخل المملكة قبل ما تكمل العقد الثامن، واتقسمت مملكة داود وسليمان او اسرائيل الموحدة بسبب النزاعات والخلافات لمملكتين، مملكة اسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا. اسرائيل الشمالية انتهت على ايد الملك الاشوري تجلاد بلاسر الثالث، ومملكة يهوذا انتهت على ايد الملك نبوخذ نصر او بغطنصر. وبعد زوال المملكة الموحدة او مملكة داود سليمان اللي اتقسمت لمملكتين، رجعوا تاني وبنوا مملكة كبيرة جدا وسموها مملكة الحشمونائيم. وبرضو قبل ما تكمل العقد الثامن حصل خلافات وصراعات داخلية فيها ادت لهلاكها على ملوك الرومان. والمملكة التانية دي انتهت على ايد الملك البابلي بردوس، وفي مصادر تانية بتقول ان هي انتهت على ايد ملك روما فاقس ابن استيانوس، وده كله موجود في سير وتاريخ اليهود نفسهم، ولو ركزنا بس شوية هنلاقيه موجود في القرآن الكريم. أيوة موجود، وبالتحديد في سورة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى أشار لقيام مملكتين لليهود وقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فلما تسمع أبو عبيدة وهو بيتكلم عن لعنة العقد الثامن وبيقول: لا سمح الله، لا مش ده، زمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم، وليرجعوا إلى توراتهم وتلمودهم ليقرأوا ذلك جيدا وينتظروا أوان ذلتهم بفارغ الصبر. وده كلام
أبو عبيدة ذات نفسه أن إسرائيل مش هتصمد لمدة أكتر من 80 سنة. ونفس الفرضية دي اتبناها الأب الروحي للمقاومة الفلسطينية الشيخ أحمد ياسين، وقال أن إسرائيل هتنتهي قبل 2027. وفي جميع لقاءات الشيخ أحمد ياسين كان بيرد على الأسئلة اللي كانت بتتسأل عن توقعاته للمقاومة الفلسطينية، وقال سنقول أن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. والحاجة بقى اللي تتعب عقلك ان الاسرائيليين نفسهم بيقولوا نفس الكلام. عندك مثلا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان ليه تصريح في 2017 وقال فيه ان مملكة الحشمونائيم اللي كانت قبل الميلاد ب 140 سنة ما استمرتش لغاية ما تكمل 80 سنة وانتهت سنة 77. وقال وقتها في نفس التصريح انه هيحاول يعمل اللي يقدر عليه علشان يعدي بالكيان اكتر من 80 سنة. نفس الكلام برضو قالوا نفتالي بنيت رئيس الحكومة انه بيتمنى ان اليهود ما يتصارعوش مع بعض علشان يعدوا تحدي الحكم ل 80 سنة، وان اليهود لازم يتجنبوا الصراعات اللي في الداخل زي ما حصل في الممالك اللي قبل كده اللي ادت لهلاكهم، وانه خايف ان يكون ده مصير اسرائيل دلوقتي، وان اكتر خطر بيمر بيها التفكك داخليا. اما بقى رئيس الاحتلال السابق اهود باراك طلع مذاكر تاريخ كويس جدا، وليه مقال في صحيفة يدعوت احرنوت بيتكلم فيه صراحة عن لعنة العقد الثامن، وقال فيه انه بيتوقع نهاية الكيان ده كله خلال 6 سنين، وان المجهول بيواجه اسرائيل، وان الاقتراب من العقد الثامن بيحطهم في تحديات وجودية، وان على مر التاريخ اليهودي ما عمرش لاسرائيل دولة اكتر من 80 سنة الا مرتين، وكان بداية تفككهم دايما في العقد الثامن، وعلشان كده هو خايف تحل على اسرائيل نفس اللعنة. وقال يجب الا يكون مصير دولة اسرائيل الحالية مصير الممالك السابقة، وقال يجب علينا استخلاص العبرة من التفكك والانقسام الموجود حاليا اللي اهلك الممالك السابقة. وبيقول ان اكتر حاجة واخطر حاجة على دولة اسرائيل حاليا هي التفكك داخليا، وزيادة الكراهية بين اليهود والتحريض والتعصب والطائفية اللي بتزيد سنة بعد سنة. الخلاصة احنا بنشهد وحنشهد خلال الفترة دي احداث تاريخية، ولعنة بتتحقق يوميا قدام عينينا على قوم ربنا سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب في الدنيا والحد يوم القيامة. آية وعلامة كبيرة على أحداث أكبر إن شاء الله جاية، وتسلسل طبيعي للأحداث زي ما ذكر في القرآن الكريم. هيعلو في الأرض علوا كبيرة وحيملكوا من الدنيا كتير، وبعدها الهلاك من الله عز وجل. وإن ظننا في الله سبحانه وتعالى إنه قريب قوي هيهلك اليهود بإذن الله تعالى، وحتبقى بشرى لكل مظلوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يلقي في قلوب عدوهم الضعف والخوف. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم بدل احوالهم وقرب اجالهم وقطع اعمارهم واشغلهم بابدانهم يا رب، وخذهم اخذ عزيز مقتدر يا رب. اللهم امين. وانا خلاص خلصت. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم بما صبرتم ورابطتم وثبتتم في وجه الطغيان. سلام على أرواح شهدائنا وأطفالنا الأبرياء وأهلنا المظلومين. سلام على أرواحكم التي ستحلق يوما في سماء قدسنا وأطفال المحرر المطهر من دنس قاتليكم. سلام على دمائكم التي ستلعن كل قاتل مجرم وكل متفاذل وجبان وودع للإنسانية. سلام عليك يا شعبنا العظيم، وأنت تفضح العالم المنافق بقوانينه العرجاء ومنظماته العوراء ومعاييره المزدوجة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.